اوكي، احنا قلنا سابقا انه المميزات الخاصه، المميزات الخاصه بمصدر الاتصالات الضوئيه يجب ان يكون ضمن الاطوال الموجيه التجاريه، ان يكون بسهوله ممكن ان نربطه بالفايبر او يتكيف مع الفايبر، هاي ريليبل سورس بمعنى ما يعطل بسرعه وانما يجوب لي مده طويله، بعد نارو سبكترال ويدث مو مثل اللايتنج دايود الضوء منتشر وبالتالي ما راح نضمن كل الضوء حيدخل داخل الفايبر بسهوله، عمليه الموديشن تصير له وهكذا، ويتحمل هاي داتا ريت يعني كميه بيانات عاليه. اهم مصدر من مصادر الاتصالات الضوئيه اللي هو السيمي كوندكتور سورس، يعني سيمي كوندكتور سورس بمعنى مصدر ليزري مصنوع من ماده شبه موصل. التركيب الاساسي لليزر اشباه الموصلات هو البي انجكشن، اي ماده من نوع بي تعرفوها سابقا شرحي، وماده من نوع ان يندمجون مع بعض و يندمجون مع بعض ويكونون هذا التركيب. طبعا هاي ماده البي وهذه ماده الان، هذه ماده البي وهذه ماده الان، هذا راح توفر فجوات وهذا راح توفر الكترونات، فراح يندمجون مع بعض ويولدون فوتونات. وهذه المنطقه اللي بالمنتصف نسميها الاكتيف ريجين او المنطقه الفعاله. في هذه المنطقة الفعالة يتم التحام الالكترونات مع الفجوات وبالتالي يتولد الفوتونات. راح يجيك سؤال مهم، شنو الفرق ما بين الدايود العادي والدايود الباعث للضوء، او عفوا الدايود الليزري سيمي كوندكتور لايت سورس يفرق عن البي انجكشن الدايود العادي بمسألتين رئيسيات، فرق الدايود العادي مع الدايود الباعث للضوء او اي دايود يبعث ضوء سواء ليزر او سواء لايت ميلك دايود. هذا سؤال مهم راح يجي. الفرق الاول هو الماده المستعمله. الماده المستعمله بالدايود العادي هذه تكون حزمه التكافؤ ما منطابقه مباشره مع حزمه التوصيل. يعني نعرف إذا تذكرون سابقا بدينا سابقا أنه إذا عندك بهذا الشكل هذه الكوندكشن باند يعني حزمة التوصيل وهذه الفالانس باند بمعنى حزمة التكافؤ، مرات المادة تجي بهذا الشكل ومرات المادة تجي بهذا الشكل، شو الفرق بين ذول الاثنين؟ الفرق كالتالي، في هذا النوع من المواد هنا قمة حزمة التكافؤ ما متطابقة مع أسفل حزمة التوصيل، يعني ماكو انتقال مباشر منا إلى هنا، لا يوجد انتقال مباشر هنا وإنما يوجد انتقال غير مباشر. هذه المادة من هذا النوع يسموها indirect band gap. بمعنى المادة بها فجوة طاقة غير مباشرة، وهذه المواد مثل الجرمانيوم ومثل السيليكون من هذه المواد يصنع الدايود العادي، من هذه المواد نورمال دايود، تمام. لكن عندنا نوع ثاني من المواد اللي هو قمة حزمة التكافؤ تكون متطابقة مباشرة مع أسفل حزمة التوصيل،
فهنا راح يكون انتقال مباشر ما بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. هذه المواد يسموها Direct Band Gap. أي مادة ذات طاقة أو فجوة طاقة مباشرة. من هذه المواد غاليوم أرسنايد. يعني شلون مادتين مدموجات مع بعض يسموها غاليوم أرسنايد. من هذه المادة يصنع ليزر دايود أو لايت دايود. شو المشكلة؟ المشكلة هنا، عفوا هنا، الإلكترون ما راح ينتقل بصورة مباشرة من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل، وإنما راح يمر بمراحل وسطية بهذا الشكل. وأيضا الإلكترون من راح يرجع؟ ما راح يرجع مباشرة، وإنما أيضا راح يروح بمراحل وسطية. فهنا ما راح يتولد فوتون. No photon. وإنما على شكل حرارة أو فتشي أو كذا. لكن هنا الإلكترون لما ينتقل مباشرة من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل وبعدين يبقى فد شوية ويرجع، راح يبعث فوتون. إذن أول فرق بين المادة المستخدمة بالدايود العادي والمادة المستخدمة بالليزرات أو اللايت إمتنج دايود اللي هي الماتريال، هي المادة. هنا المادة indirect band gap غير مباشرة، وهنا direct band gap مادة ذو فجوة طاقة مباشرة. زين، هاي ملاحظة جدا مهمة. طبعا إذا عدنا هنا، إذا هذا المستوى مستوى الطاقة الأعلى سميناه مثلا E2، وهذا المستوى الطاقة هنا سميناه E1، فالإلكترون يحتاج طاقة مقدارها الفرق ما بين هذا وهذا حتى يجتاز هذه الفجوة، وبعدين يرجع يولد فوتون طاقته مساوية لهذا الفرق. يعني هنا طاقة الفوتون المنبعث يساوي الـ E2 minus E1. هذه شنو عيني؟ هذه الـ energy of photon. energy of photon ووحداتها بالإلكترون فولت. احنا نعرف وحدات الطاقة الإنيرجي هي بالجول، لكن أكو وحدة مكافئة لها نفس المعنى لكن التمثيل يختلف، اللي هي الإلكترون فولت. تمام؟ إذا نعرف الفرق ما بين الـ E2 والـ E1، إذا الـ EPH معروف اللي يساوي لنا E2 ناقص E1، يعني مستوى الطاقة الأعلى ناقص مستوى الطاقة الأسفل، أو مرات شو يسموهم EC ناقص EV، نفس الشيء هذول وهذول نفس الشيء، مجرد هذه حزمة التكافؤ وهذه حزمة التوصيل. المهم إذا هذا معروف، فهذا الـ EPH أو طاقة الفوتون راح يساوي لنا ثابت 1.24 على الطول الموجي بالمايكرو ميتر. يعني شنو؟ يعني إذا إجا واحد وعرف الـ EPH وهذا ثابت، مباشرة نقدر نستخدم أو نستخرج الطول الموجي للضوء المنبعث. بمعنى إذا نريد نصمم ليزر، مجرد ما نعرف إيش قد الفرق ما بين الـ E2 والـ E1 نقدر نحسب الطول الموجي. بمعنى الطول الموجي بالمايكروميتر راح يساوي لنا الـ 1.24 على الـ pH. إذا هذا نعرف، مباشرة نقدر نستخرج الطول الموجي. وهذا شلون يعرفه؟ هذه من خواص المواد. يعني كل مادة
إلها فرق بين الـ E2 والـ E1. طبعاً هذا يساوي شنو؟ الـ E2 ناقص الـ E1. كل مادة إلها فرق ما بين الـ E2 والـ E1. إذا تتبدل المادة راح يتبدل هذا، وبالتالي يتبدل الطول الموجي. فلما واحد يجي يصمم ليزر المفروض يختار مادة مناسبة ذو فرق بالطاقة مناسب حتى يقدر يحصل على الطول الموجي المراد استخدامه. زين، هذه ملاحظة مهمة. ورجاء أي سؤال مباشرة تقدر تسألني. هذه المعلومات الكافية من هذا المواد. وطبعا شنو؟ هسه احنا عندنا هنا هذه ذو فجوة طاقة مباشرة وهذه فجوة طاقة غير مباشرة. هنا احتمالية انه الالكترون يلتحم مع فجوة من ينتقل عالية جدا. وبالتالي اذا عندك هواي الكترونات في مستوى الطاقة العلوي فتقريبا معظمهم من ينزلون راح يلتحمون مع الهولز الفجوات وبالتالي يولدون فوتونات. فاذا عندنا هاي افيشنسي اوف فوتون جنريتد، يعني كفاءة عالية بتوليد الفوتونات. ومثال على ذلك مادة اسمها الجاليوم أرسنايد. لكن هنا الإلكترون إذا هنا توجد احتمالية قليلة أنه يرجع يلتحم مع هولز ويولد لك فوتون. وبالتالي الكفاءة توليد الفوتونات هنا تقريبا صفر إذا مو قليلة. وبالتالي هذه المادة تستخدم بالدايودات العادية وهذه المادة تستخدم باللايت انتيك دايود وبالليزر. فأول فرق ما بين الدايود العادي والدايود الثاني اللي هو المادة. الفرق الثاني هو الستركتر، التركيب. راح نجيها بعدين إن شاء الله. الفرق الثاني هو الستركتر. هنا مثلا إذا عندك جاليوم أرسنايد إلى إنيرجي باند جاب 1.4 إلكترون فولت، طبعا عند شنو؟ عند درجة حرارة 300، فبالسهولة واحد يقدر يستخرج الطول الموجي. يعني يوم من الأيام إذا أنت تعرف الجاليوم أرسنايد إلى باند جاب 1.4 إلكترون فولت، إيش قد الطول الموجي هنا بهذا المربع؟ إحنا شو نسوي؟ أنت شنو عندنا هنا؟ عندنا بالنسبة لي الجاليوم أرسنايد اللي هي أهم المواد اللي يصنع منها الليزر، إلها إنيرجي باند جاب، مرات يسمونه إي جي أو إي بي إتش، أي اسم، يساوينا 1.24. طبعاً شنو هذا؟ عند درجة حرارة 300. إذا تغيرت الحرارة طبعاً يتغير هذه، مو مشكلة. إحنا نعرف أنه الإي بي إتش يساوينا 1.24 على شنو؟ على طول الموجي للمايكروميتر. بمعنى الطول الموجي بالمايكروميتر يساوي 1.24 على الفرق بالطاقة. 1.24 على هذا معطى بالسؤال هو عفوا 1.4 هنا، أنا آسف. Now 1.4. 1.4 مباشرة 1.4 تقريبا 0.8 مايكروميتر، 0.8 في الشيء هنا، بمعنى 800 نانومتر. يا اما 0.8 مايكروميتر، 0.8 في 10 اس ناقص 6 مايكروميتر، او 800 نانومتر، يعني 800 في 10 اس ناقص 9. فاذا للجاليوم أرسنايد في ذاك الزمان أول ما اخترعوا الليزرات شافوا الإنيرجي باند جاب 1.4، إجوا حسبوا شافوا طول الموج المنبعث من هذا إيش قد؟ 800 نانومتر. متأكد؟ أوكي. فهذه 800 نانومتر هي شنو هي يا شباب؟ هي مقدار الطول الموجي للضوء المنبعث. يعني كأنه تردد الليزر، كأنه تردد الليزر. احنا التردد والطول الموجي معروف، لامدا تساوي لنا سرعة الضوء على الاف، هذا كونستانت. ف
فمباشرة من عندنا طول موجي نقدر نستخدم التردد، أو من عندنا تردد نقدر نستخرج الطول الموجي. فشافوا هذا الليزر اللي متكون من جاليوم أرسنايد يبعث طول موجي 800 نانومتر. هذا الشعاع الضوئي اللي طوله الموجي 800 نانومتر نريد شنل كفوءة بنقله، بمعنى نريد فايبر يتمكن من انه يرسل الضوء بمقدار 800 نانومتر. تمام؟ ففي ذاك الزمان شافوا بانه اوبتيكال فايبر، الاوبتيكال فايبر اللي متكون من السيليكا، زين، لما تم صنعه وقاسوا اللوس مع الطول الموجي، هذا الطول الموجي وهذا اللوس. شكرا سيدنا العزيز. زين عيني، شافوا انه عند تقريبا 800 نانومتر نا شنو عندنا؟ لولوس. هذا علم شباب، هذا للفايبر. زين عيني، شو معنات هذا الكلام؟ معناته انه الجاليوم أرسنايد كمصدر لم تم، عندما تم تصنيعه كان يولد ليزر بطول موجي 80 نانومتر. وبنفس الوقت لحسن الحظ الفايبر لم تم، عندما تم تصنيعه كان اقل لوس عند 800 نانومتر. فاذا اكو تطابق ما بين الطول الموجي للضوء المصدر والطول الموجي لأقل لوس. فلما تجي تنقل هذا الضوء ل 800 نانومتر مع فايبر بلولوس 800 نانومتر، فإذا الأمور جيدة نوعا ما، والضوء راح يقطع مسافات طويلة قبل أن يضمحل وقبل أن يقل. هذه أول ويندوز من نوافذ الإرسال، أول نافذة من نوافذ الإرسال المتعلقة بالجيل الأول من الليزرات أو الأطوال الموجية كانت عند 800 نانومتر. فإذا لما واحد يجي يصنع مصدر يجب أن يكون التردد اللي يولد المصدر يتقبل الوسط، بمعنى كل وسط إلى استجابة، إلى مناطق ذات لوس قليل مفقودات قليلة وذات مفقودات عالية. المفروض هذا الطول الموجي اللي يولد المصدر متطابق مع مناطق اللولوس بالوسط الناقل. يعني ماكو فايدة في ذاك الزمان انت مثلا انت تولد حصلت ليزر جيد وكفو وذات طاقة عالية والطول الموجي هنا، ناش راح يسوي لك؟ اللوس هنا عالي جدا مقارنة بهذه. صح انت عندك ليزر جيد لكن الوسط الناقل غير مهيئ لنقل هذا الطول الموجي أو لهذا التردد، فبالتالي الإشارة راح تموت وراء فترة قليلة. يجب أن يكون هناك تطابق معا بين الطول الموجي أو تردد المصدر ونافذة الإرسال بالوسط، اثنيناتهم يجب أن يكونوا قريبين مع بعض. طبعا بعدين شنو صار؟ بعدين تم اكتشاف نوافذ جديدة هنا، هذه النافذة الثانية وهذه النافذة الثالثة، هذه تقريبا عند 1310 وهذه تقريبا عند 1550. ولحسن الحظ كانت مصادر تقدر تولد هذا الطول الموجي وأكو مصادر تقدر تولد هذا الطول الموجي، فإذا هذه الأطوال الموجية ممكن إرسالها مع وسط ناقل اللي هو الفايبر بمناطق لولوس بهذا الشكل. تمام، هذه ملاحظة مهمة جدا. زين عيني، هذا كله الشرح مثل ما اللي شرحته الآن.
هل الناس بقوا على الجاليوم أرسنايد لو أكو مواد ثانية؟ لا، الجواب أكو مواد ثانية. أول مادة يسموها ترنري ماتيريالز، يعني مادة ثلاثية، هو عبارة عن تركيب متكون من الجاليوم، عنصر شبه موصل، مدموج مع الألمنيوم، مدموج مع الأرسنايد بتركيبة بهذا الشكل. شو معنات هذا الشكل؟ إذا عندنا مادة الجاليوم أرسنايد، وبعدين طورنا شوية وسوينا مادة ثلاثية، وحتى هنا مادة رباعية. هذه المادة الثلاثية رح نقتصر عليها بسبب ضيق الوقت طبعا، تتكون من الجاليوم ألمنيوم أرسنايد. يعني شنو؟ يعني بالشكل التالي، يعني نقدر نولد ليزر من ترنري ماتيريالز، او مو ماتيريالز، كومبينيشن، تركيب. تتكون هذه من الجاليوم، وتتكون من الألمنيوم والأرسنايد. بهذا الشكل. بعد الحسابات طبعا شنو؟ انت من تصمم مادة بهذا الشكل المفروض عندك EPH معين، واللي يساوي الE2 ناقص E1. هذا الـ EPH اللي هو الـ E2 ناقص E1 إذا حسبناه راح نقدر نحسب الطول الموجي بالمايكروميتر، واللي يساوي 1.24 على الـ EPH. هذه المواد لها نسبة خلط معينة، بس إن شاء الله بسيطة. قالوا إذا تخلي نسبة X هنا، فهنا 1 ناقص X، وهذا تقريبا ما على اليقيود. بمعنى اذا الاكس فرضا 0.3 اللي هي نفسها 30%، صح؟ 0.3 هي نفسها 30%، يعني 30 على 100. فالواحد ناقص اكس هي ايش قد؟ 1 ناقص 0.3 ويساوي 0.7 ويساوي 70%. يعني إذا خلطت مادة 30% منها لازم 70% هنا، وهذا الأرسنال تقريبا ما عليه قيود. بمعنى حسب الشكل التالي، راح يصير عندنا جاليوم ألمنيوم أرسنال، هذه 1000000% سؤال امتحاني عليه، فريدكم تنتبهون. إذا هنا 30% تقريبا 0.3، فهنا راح يصير 0.7، أو 30% هنا و 70% هنا. هذه الياء إكس، إكس تساوي 0.3. يعني هسه إذا الإكس 0.3، شلون نقدر نحسب الطول الموجي مال هذه؟ معادلة بسيطة موجودة، وهي الـ EPH لهذه التركيبة تساوي 1.424 زائد 1.266 X تربيع، أو X عفوا، زائد 0.266 X تربيع. نتأكد من المعادلة. 1.424 عفوا، ماشي كتبته صحيح. شو معنى هذا يا شباب؟ معناها
إذا عندك الإكس اللي هي نسبة الخلط تقدر تستخرج الـ EPH ومنها تقدر تستخرج الطول الموجي بالمايكروميتر 1.24 على الـ PH. فهنا الـ X إذا غير، إذا مثلا واحد مخلي الـ X 0.3 بس يجي يعوض هنا، عفوا هنا، ويحسب الـ EPH وبعدين يقدر يحسب الطول الموجي. زين عيني؟ أو إذا عندك الطول الموجي، إذا عندك الطول الموجي تقدر تحسب الـ EPH وتقدر تحسب ايش قد نسبة الخلط. بمعنى إذا أعطيتك في يوم من الأيام قلت لك مادة شبه موصل ترنري ماتريال بها جاليوم وألمنيوم وأرسنايد نسبة الـ X 0.6 ايش قد الطول الموجي المنبعث؟ أنت تعرف الـ X 0.6 بس تجي تعوضها هنا وهنا وتحسب الـ EPH وبعدين الطول الموجي صار 1.24 على الـ EPH. أو العكس صحيح، في يوم من الأيام قلت لك أكو طول موجي 1.5 مايكرومتر فرضا، إيش قد الـ X اللي انطت هذا؟ شو تسوي أنت؟ تعوض الطول الموجي بهاي المعادلة وتستخرج الـ EPH وتخلي الـ EPH هنا وتصير لك معادلة بها X تربيع الـ X، تحلها بالدستور وتطلع قيمة الـ X. لكن الشرط هنا أنه الـ X يجب أن تكون أكبر من صفر وأصغر من 0.37. يعني فرضاً هيك مثال لا على التعيين، مجرد بدون يعني ما نهتم للنتائج الأرقام. قلت لك ايش قد نسبة الاكس او شنو المادة نسبة الخلط لطول موجي 1.3 مايكرومتر، ايش قد هذه؟ انت شو تسوي؟ تحسب الاي بي اتش صار 1.24 على 1.3 وتستخرجها، تخلي القيمة هنا وتقول هذه تساوي 1.424 زائد 1.266 اكس بلس 0.266 اكس تربيع، بسط هذه المعادله قسم على ال 0.26 وتسويها معادله اكس تربيع زائد انفيت شي اكس زائد انفيت شي تساوي صفر وتستخرجها بالدستور ناقص بي زائد ناقص تذكروها هاي اي تربيع ناقص او بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي عفوا راح تطلع لك قيمتين للاكس x تساوي كذا يعني معادلة درجة ثانية في قيمتين و x كذا يهي نستخرجها منها يهي هي المفيدة اللي راح تكون ضمن الرينج x أكبر من صفر و x أصغر من 0.37 أي وحدة من ذولي ومن هذا الرينج راح تكون هي الملائمة لتصنيع ليزر ينطيك طول موجي بهذا الشكل. اثنينهم ضمن الرينج إذا اثنيناتهم مفيدين، اثنينهم خارج الرينج اذا اثنيناتهم غير مفيدين ولا يمكن تصنيع ليزر بهذه القيمه. الماده الثانيه اللي هي كوارتري ماتيريال نفس الطريقه لكن ما راح اركز عليها لضيق الوقت هالسنه. زين انديوم جاليوم ارسنايد فوسفايد نفس الشيء، واحد ناقص اكس مع الاكس واحد ناقص واي مع الواي، ونقدر ايضا نحسب فجوه الطاقه بهذه المعادله. اول مره نفرض الاكس وبعدين نحسب الواي وبعدين نخلي الواي بالمعادله ونحسب الاي بي اتش هنا او الاي من استخرجناه نقدر نحسب ايش قد الطول الموجي. يعني هذا المثال بعدين يصير يخلص الماده وبعدين نحل عندنا امثله بنهايه الفصل ان شاء الله. يعني الليزر دايود اللي هو المهم، كلمة ليزر جاية مختصر لـ Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. هذه المختصرات الحروف الابتدائية من هذه الكلمات هي اللي نتج عنها كلمة ليزر. تعني اللايت بمعنى فوتونز، الامبليفيكيشن بمعنى جين،
راح يجيك سؤال، هل السيمي كوندكتور ليزر هو امبليفاير مضخم؟ نعم هو مضخم لان الفوتونات تتضخم داخله. والجين اللي بالسيمي كوندكتور ميديوم أو وسط التضخيم بهذا النوع من الليزرات هو شنو؟ الماده شبه موصله. غاز ليزر وسط التضخيم هو غاز. سيمي كوندكتور ليزر وسط التضخيم هو شبه موصل، وبالتالي من هاي التسميه اجت. استيميوليتد تحفيز بمعنى انه جبره حتى يضخم هذا الضوء. بمعنى الليزر على وضعه اذا بدون اي تحفيز ما راح يقدر يولد فوتونات. لكن مع الاستيميليشن مع التحفيز ممكن راح يولد تضخيم. الاميشن هو عباره عن توليد الضوء. لكن وين؟ داخل الماده. الاشعاع الراديشن هذا انبعاث وهذا اشعاع. شنو الفرق بين الانبعاث والاشعاع؟ الانبعاث هو عباره عن عمليه تحرير الطاقه. لكن وين؟ داخل الماتيريال، داخل الماده. حمل هذه الطاقه من الداخل الى الخارج نسميه بالراديشن، بالاشعاع. زين؟ هذه فقط بعض المعلومات البسيطه. الليزر يبعث بما يسمى بالكوهيرنت فوتون. كوهيرنت متزامن، له نفس المواصفات، له نفس الامتيازات، له نفس المميزات. مثلا هذا الضوء هو انكوهيرنت، غير متزامن. فده تشوفون شلون ده يصير تشتت او تبعثر بالضوء. بينما الليزر ضوء متزامن، بمعنى الضوء او الاطوال او الـ او الـ او او كل 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 فوتون بتولد من الليزر تقريبا إليه نفس الطاقه، بمعنى نفس الفريكونسي ونفس الفيز ونفس الاستقطاب. يعني شنو هذه؟ شنو معناها؟ معناها اذا انت عندك، بعدين راح نجيها، هذه حسمه التكافؤ كوندكشن باند، وهذه حزمه التوصيل بالانس باند، وش يصير داخل الليزر؟ عندك الكترون هنا، هذا الالكترون بسبب تاثير خارجي external effect راح ينتقل من مستوى الطاقه القليل الى مستوى طاقه اعلى. هذا هو الاي 2 وهذا هو الاي 1. راح يترك خلفه ما يسمى بالفجوه، هول. شنو معنى الهول؟ مكان فارغ ما بي الكترون، قاصره غير متكامله. هذا الالكترون هنا الكترون ما راح يستقر لفتره طويله هنا. الالكترون شيء متواضع، يفضل الاماكن القليله الطاقه، الاماكن الاسفل. بعد فتره شو راح يصير؟ راح يرجع يلتحم مع هذه الفجوه وشنو؟ يبعث فوتون. تمام؟ لحد هنا تمام، ما عنده مشكله. نروح على رسم ثاني نفسه لكن فيه اضافه بسيطه. هذه الكوندكشن باند وهذه الفالانس باند، هذا مستوى الطاقه الاعلى وهذا مستوى الطاقه الاسفل. هذا الفوتون هنا صدفه شاف الكترون ثاني هنا بعد ما نازل، راح يسوي؟ راح يحفز هذا الالكترون حتى ينتقل للاسفل، وراح يتولد فوتون ثاني جديد إلى نفس مواصفات الفوتون القديم. هذول يسمونهم coherent photon، متزامنين توأم. هذا الفوتون القديم
اللي صفه شاف الكترون موجود ذو مستوى طاقه اعلى والنوكت داون جبره انه يرجع للاسفل وتولد ثاني. هذا الفوتون الجديد هذا المتولد من هذا الفوتون راح تكون له نفس المواصفات. ليش؟ لانه تم توليده تحت تاثير كامل من الفوتون القديم. هذول الفوتونات الاثنين المتولده يسموهم كوهيرنت فوتونز، بمعنى لهم سيم انرجي نفس الطاقه. ليش؟ لانه يعني نفس الاي بي اتش اللي يساوينا الاي 2 ناقص اي 1، لهم نفس التردد بمعنى نفس الطول الموجي، يعني نفس لامدا. ليش؟ يعني لامدا تتولد من الاي بي اتش عليه لامدا 1.24 على اي بي اتش. فذا الاي بي اتش نفسها للاول وللثاني، فاذا طول الموجه هو نفسه. والبولاريزيشن ايضا نفسه. بمعنى وضع المجال الكهربائي مع وضع المجال المغناطيسي للفوتونين نفسه، واحنا شرحنا البولاريزيشن اذا صار عنده وقت نرجع له. فبالتالي هذول الفوتونات الاثنين راح يكونون متزامنين. يعني بالحكي العام البسيط اثنينهم راح يروحون الى نفس الاتجاه. يعني هذا راح يتجه من هذا الاتجاه وهذا راح يتجه من هذا الاتجاه، فينطونك ضوء متزامن. Coherent light. بينما اذا نون كوهيرنت واحد يروح منا واحد يروح منا واحد يروح منا، هذا نون كوهيرنت مثل ما موجود في اللايت ايميتنج دايود. فلنقول سؤال مهم، ما معنى كوهيرنت فوتونز؟ الكوهيرنت فوتونز لهم نفس مستوى الطاقه نفس الفيز ونفس الاستقطاب. نا هذه الماده اللي جايه راح نختصرها اختصار شديد، راح نركز فقط على المعلومات المهمه. هي اصلا ملخصه اربع مرات ملخصه، لكن لضيق الوقت ايضا راح نلخصها اكثر ما يكون. عموما باي ماده موجود مستويات للطاقه، اذا خذينا مقطع بسيط راح نشوف انه يوجد لمكان معين بزمان معين يوجد مستوى طاقة قليل ويوجد مستوى طاقة أعلى. الفرق بيناتهم بين الـ ET1 هو نفس الـ EPH ويساوينا الـ E2 ناقص الـ E1 ويساوينا الـ H في الـ V. هذا الـ H في الـ V شنو معناته؟ H هو بلانك كونستانت ثابت مضروب في هاي يسموها ميو. يعني شنو؟ يعني بهذا الشكل. شنو قلنا سابقا؟ ان الـ EPH يساوينا الـ E2 ناقص الـ E1. هذه مرات شو يسموها؟ مرات يسموها E فقط. مرات يسموها EG gap. مرات يسموها E2 1 وهكذا. هذه نفسها تساوينا ثابت كونستانت مضروب في الميو. هذا هو نفس الاف لكن وين؟ انسايد ماتريال داخل الماده، نفس التردد معناته. هذا اغلب الاحيان يستخدم بالفري سبيس. او عفوا نفس الاف هو لكن بالفري سبيس يسمونه اف. وميو إلى وين؟ داخل الماتريال. انسايد ماتريال. ونفسهم هذا يساوي لنا سي اوفر لامدا، وهذا نفسه هو يساوي لنا سرعة الضوء على الطول الموجي، نفس الشيء، لكن التسمية هذه داخل أو بالفري سبيس بالفضاء الحر، والثانية داخل المادة. يعني طبعا هو هذا نفسه 1.24 على الطول الموجي بالمايكرو نفس الشيء.
زين. هذه الصفحة رقم 10 و رقم 11 و 10 و11 راح نختصرهم بالكلام التالي. نشرح أول مرة وبعدين نرجع لهذه. عموما بالمواد الشبه موصلة مثل ما قلت لكم اكو حزمة التكافؤ واكو حزمة التوصيل. هو الشكل الحقيقي هو الحقيقي المتوقع بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل ناخذ مقطع واحد بهذا الشكل، لكن للسهولة راح نفرضهم خطوط مستقيمة. إذا هذا قلنا المستوى الأعلى وهذا المستوى الأسفل، هذا نسميه E2 وهذا نسميه فرضا E1 زين، أو يسمونه مرات upper state يعني حالة عليا، ومرات يسمونه lower state الحالة الأقل، مرات يسمونه upper level ومرات يسمونه lower level، مرات يسمونه higher level أو طاقة أعلى، مرات يسمونه low level وهكذا. زين، واكو تسمية ثالثة عفوا يسموها هنا excited مثار، وهنا يسمونه ground أرضي. ground كلها تسميات بسيطة، سنجي نشوف شنو معناها. إذا فرضنا أنه عدد الإلكترونات هنا هو N1 أو N2 وعدد الإلكترونات هنا هو N1 بالحالة الاعتيادية إذا ما عندنا شيء ولا أكو أي تأثير خارجي، يقولون الإلكترونات بمستوى الطاقة الأسفل أكبر بكثير من الإلكترونات في مستوى الطاقة الأعلى. يعني هنا الكترونات كثيرة وهنا يدوب تلقى واحد أو ماكو، هذه بالحالة الاعتيادية. زين، وهذا الإلكترون اللي هنا وضع مؤقت، يعني يميل أنه يرجع، يريد أي فرصة حتى يرجع إلى الأسفل، بمعنى وضع هنا حرج مؤقت ما نعرف على أي دقيقة أو أي ثانية يرجع إلى المستوى الطاقة الأسفل هنا، وبالتالي حتى يستقر. إذن الإلكترونات دائما تجد الاستقرار بمستويات الطاقة السفلى، لأنه قريبة للنواة، قريبة للأم، وجذبها للنواة أفضل. اللهم إلا إذا إجى شيء خارجي ينطي هذا طاقة تكفي أنه يجتاز هذه الفجوة، وبالتالي راح يجي هنا. لأن هذا الإلكترون هنا excited إلكترون، إلكترون مثار، على أي لحظة يرجع وبالتالي يولد لك فوتونات. هذا الإلكترون هنا إذا رجع عشوائيا من وحدة بدون أي تدخل خارجي راح يصير emission انبعاث. لكن شنو هذا الانبعاث؟ هذا الانبعاث تلقائي، هاي الكلمة شوية طويلة لكن حلوة، spontaneous. تلقائي، انبعاث تلقائي، انبعاث من وحدة بدون تدخلنا، بدون تدخل أي شيء خارجي. هذا spontaneous emission الانبعاث التلقائي
شنو مميزاته؟ عشوائي راندوم، يعني شنو؟ نون كوهيرنت، يعني مو ليزر. وهو هذا قلب النويز بالليزرات. اهم مصدر من مصادر النويز او العراقيل بالليزرات هو هذا السيمبونتونيوس ايميشن، الانبعاث التلقائي. بمعنى الالكترون من وحده ينتقل من حزمه التوصيل الى حزمه التكافؤ بدون تدخل خارجي. فالفوتون المتولد منه فوتون غير متزامن. يعني اذا اكو واحد ثاني هنا وايضا انتقل سبونتينيوسلي، هذا الفوتون هنا ايضا غير متزامن مع هذا. هذا حيروح باتجاه وهذا راح يروح باتجاه ثاني، فاذا انبعاث متشتت متبعثر، وبالتالي لا يولد ليزر. لان اول عمليه موجوده داخل الشبه موصل هو عمليه الانبعاث التلقائي. اي الكترون هنا يصادف وجود طاقه حراره او اشعاع او شيء انتقل هنا، هذا الالكترون راح يبقى لفتره ما معلومه، لكن عنده ميلان انه يرجع الى مستوى الطاقه الاسفل، وبالتالي راح يولد لك فوتون. تولد فوتون، الكترون ثاني بعد فتره زمنيه رجع هنا ولد لك فوتون ثاني. هذول الفوتونات المتولده غير متزامنين، نون كوهيرنت. ليش؟ لان تم توليدهم بطرق عشوائيه بازمان عشوائيه، وبالتالي راح يكونون عشوائيين ونون كوهيرنت و غير متزامنين. هذه العملية الأولى الطبيعية natural process. زين، يعني بدون تدخل أي واحد، عملية طبيعية تحدث وين؟ داخل الليزر. العملية الثانية الطبيعية اللي تحدث داخل الليزر نفس ال هذا مستوى الطاقة E2 وهذا مستوى الطاقة E1. زين، إذا عدنا إلكترون هنا وصدفة إجي فوتون، هذا الإلكترون حيمتص هذه الطاقة ويرتفع إلى هنا. هذه العملية نسميها الابزوربشن، عملية امتصاص الضوء الالكترون للضوء، وبالتالي راح ينتقل هنا. هذا الالكترون من انتقل هنا راح وين يصير؟ يصير نفس حالة هذا الاعلى، بمعنى غير مستقر مثار، وعلى اي لحظة يرجع الى مستوى الطاقة الاسفل يولد لنا فوتون عشوائي. إن هذه أيضا العملية الثانية اللي هي natural process. زين، بمعنى داخل الليزر خلال المايكرو سكند أو خلال الناسك توجد عمليات. إلكترون من الأسفل صدفة شاف له طاقة ارتفع للأعلى، هذا ورا فترة رجع تلقائيا ولد لك فوتون. قد يوجد إلكترون ثاني أخذ هذا الفوتون وايضا انتقل هنا، صارت عمليه ابزوربشن هنا. اذا هذه عمليه ستيميليشن او عفوا سبونتينس ايميشن، انبعاث محفز، انتقل هنا ولد فوتون. هذا الفوتون قد اخذ الكترون ثاني موجود هنا وانتقل مره ثانيه هنا. هذه العمليه رقم واحد، وهذا اثنين اللي صار هنا صار الابزوربشن. زين عيني؟ زين، مثل ما قلنا عدد الالكترونات هنا قليل جدا بمقارنه بالالكترونات اللي موجوده هنا. بالحاله الطبيعيه عمليات اثنين، الانبعاث التلقائي مثل ما شوفنا هنا، والابزوربشن الامتصاص مثل ما شوفنا هنا. هذه natural process، عمليات طبيعيه. تأكد أمور تمام. نجي إلى أهم شيء، لما موجود هذا المستوى الطاقة E2
ومستوى الطاقة هنا E1. إذا موجود إلكترون هنا والصدفة انتقل لهنا وصار هنا فرضا، وكان موجود فوتون ثاني، هذا فوتون وهذا إلكترون. انتبه لهاي المرحلة، هذا الفوتون إذا اجى لهاي المنطقة شنو الحالات اللي بيها؟ يا اما يمتص من قبل الكترون هنا ويرتفع مره ثانيه، او قد تحدث عمليه ثانيه وهي انه هذا الفوتون راح ياثر على هذا الالكترون اللي وضعه غير مستقر هنا وعلى اي ساعه ينتقل، وراح يجبره للنزول. انتبه هاي كلمه يجبره، مو بكيفه. ومن راح يجبره ينزل هنا الى المستوى الطاقه الاسفل، راح يتولد فوتون ثاني. لان هذا الاصل الجاي وهذا الفوتون الثاني، لكن بالمحصله شو راح يصير هنا عندنا؟ راح يصير هذا الفوتون الجديد وشنو؟ هذا الفوتون، هذول يسموهم كوهيرنت، متزامنين. ليش؟ لأن هذا تولد بالكامل تحت تأثير هذا. زين؟ تمام، لحد الآن تمام. هذول الاثنين صدفة، وين أرفعها؟ صدفة هذول الاثنين شنو شافوا؟ نفسه هذا راح ارسمه جوا على مود يصير الامور واضحه. هذا اي 2 او لا، نسوي اوضح. هذا راح اعيده بشكل افضل. نعم. هذا E2 وهذا E1، هذول الاثنين بعدهم داخل المادة اجوا هنا، هذا الأول وهذا الثاني. صدفة صادف وجود الكترونات اثنين هنا، دول الكترونات، هاي الدائره الملونه احمر، هاي الكترونات، هذول ايضا راح ياثرون على هذول ويجبروهم ينتقلون للاسفل. ايش راح يتولد؟ فوتونات جديده اثنين إضافة إلى الأصليات الاثنين. قد صاروا؟ أربعة. صدفة أربع إلكترونات هنا. راح يصير عيني؟ هذول راح هذا يأثر على هذا. هذا يأثر على هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إضافة إلى القدماء. أتمنى الرسم واضح. إيش قد صار؟ اثنين، أربعة، اثنين، أربعة، ستة. هذول إذا شافوا هنا أيضا راح يأثرون، وبالتالي many photons. هذه نسميها عملية stimulated emission، الانبعاث المحفز.
احنا جبرنا الالكترونات انه تنتقل من هذا المستوى الى هذا المستوى، مو كيف انتقلت مثل الحاله الاولى طبيعيا، وانما احنا حفزنا الالكترونات في مستوى الطاقه الاعلى انه ينتقلون للاسفل وينتجون الكترونات. ما دام ذول اللي انتقلوا للاسفل وولدوا فوتونات، هذه الفوتونات المتولده راح تكون متزامنه كوهيرنت. ليش؟ يعني تولدت تحت نفس التاثير. فهذا يسمونه التضخيم داخل الليزر، امبليفيكيشن. اذا شو الامبليفيكيشن؟ هو عباره عن سلسله من عمليات ذاتيه لتوليد فوتونات تحت تاثير تحفيز معين حتى ينتج الليزر. يعني فاذا داخل الليزر توجد ثلاث عمليات. العمليه الاولى spontaneous emission، انبعاث تلقائي. انبعاث تلقائي. واثنين absorption، امتصاص. absorption. هذول اثنين هم natural process، عمليات طبيعية. يعني دائما لأي مادة شبه موصل بدون ما نحس داخله تجري هذه العمليات الاثنين. والعمليه الثالثه والمهمه اللي هي شنو؟ فورس بروسيس، عمليه اجباريه، واللي هي شنو؟ ستيميوليتد ايميشن. زين زين. فشنو قلنا بالستيميوليتد ايميشن؟ عندك هذا الاي 2 وعندك هذا الاي 1، هذول الكترون جاي وهنا الكترونات راح ياثر عليهم، تمام؟ او اكثر من واحد عفوا، وينتقلون هنا. هاي سيد ميشن. لكن المفروض اكو الكترونات هنا كثيره، بحيث الفوتون من يجي يلقى الكترونات ويجبرها تنزل. ماكو فائده اذا الفوتون يجي هنا وما يشوف الكترونات بمستوى الطاقه الاعلى، سيتم امتصاصه من قبل اي الكترون هنا ونرجع الى نفس العمليه السابقه. والماده شبه الموصله العاديه عدد الالكترونات هنا قليل جدا، كما قلنا هذا N2 وهذا N1، N2 جدا قليله مقارنه بال N1. فيجب توفير الكترونات بالمستوى الطاقه الاعلى حتى من يجي الفوتون يشوف اكو الكترون بمستوى طاقه اعلى ويجبره ينزل للاسفل ويولد لك فوتون متزامن. لكن بشبه الموصله العاديه ما موجوده هذه الفوتونات الكثيره هنا. اكثر شيء هنا متواجدين مثل ما شرحنا سابقا، ويا دوب تلقى واحد او ماكو هنا. فش نسوي؟ يجب توفير عمليه زياده اعداد الالكترونات هنا عكس الحاله العاديه. هذا شيء يسموها العمليه population، population سكان، تنميه، انفيرجن عكس، انه نعكس العمليه، نزيد عدد السكان هنا مقارنه باللي هنا حتى الفوتونات اللي تجي تشوف اكو الكترونات هنا وتجبرها تنزل وتتولد فوتونات متزامنه. كيف عمليه نولد عفوا population inversion، نزيد عدد الالكترونات بمستوى الطاقه الاعلى خلافا للحاله الطبيعيه؟ بواسطة التيار الكهربائي. إذا أي دايود باعث الضوء أو لايت إمتنج دايود لما تخليه بالكهرباء إيش تسوي؟ كأنه أنت كأنه تزيد عدد الإلكترونات هنا بمستوى الطاقة الأعلى بصورة أو بأخرى، بحيث الفوتونات المتولدة حتى لو فوتون متولد عشوائي بسبب الانبعاث التلقائي حيجبر الفوتون ثاني يتولد ويطلع فوتون نفس خواصه، وهذول الاثنين ايضا اثنين ثانيين، وهكذا تصير عمليه تراكميه بحيث يزيد عدد الالكترونات داخل الماده. فاذا لما عندنا ليزر معين وهذا الليزر نربطه بالكهرباء
حيث عندنا ما يسمى injection current، يعني تيار كهربائي محكوم I، بالتالي راح نحصل على ليزر. ما موجود تيار كهربائي لا يوجد ليزر، موجود تيار كهربائي راح يكون موجود الليزر. زين، هاي الهوسة شرحتها كلها موجودة هنا بالتفصيل وبالتوضيح، وأنا خليها لكم ألوان وهذه على مود تصير سهل. شنو معناتها؟ معناتها هاي شرحناها، المادة العادية عدد الإلكترونات هنا كثير جدا مقارنة باللي هنا، وإذا تواجد واحد هنا هذا الإلكترون هاز تندنسي ميلان تو ريلاكس، حتى ريلاكس يرتاح حتى ينزل للمستوى الطاقة الأسفل ويستقر هنا أو يستقر. هذا الإلكترون إجى هنا يا إما بسبب طاقة حرارية أو طاقة ثانية، بين مو ثيرمال بواسطة حرارة من الجراوند ستيت، يعني هو أصلا كان هنا لكن بسبب تعرض المادة لجهة حرارة أو أي مؤثر خارجي إجى هنا. فإذا الإلكترون مستقر بالأبر إنرجي ليفل إلى ميلان تو ريلاكس داون، يعني حتى يستقر للأسفل، وبالتالي هذا الإلكترون نسميه إكزايتد إلكترون. فإذا هذا الإلكترون نسميه إكزايتد، يعني غير مستقر، على أي لحظة ينتقل للأسفل ويولد لنا فوتون. سبونتانيوس إيميشن الانبعاث التلقائي، لما الإلكترون من واحدة هنا، من واحدة ينتقل من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أسفل ويبعث لك فوتون بمقدار E2 ناقصا E1. هذه عملية طبيعية، الفوتون يبعث طبيعيا بدون أي تدخل أو قوة خارجية، وهذه العملية في هاجنة طبيعية. الأبزوربشن الامتصاص، معنى الأبزوربشن عملية انتقال الطاقة من خارج المادة إلى داخل المادة، تمام؟ إذا عندك قطعة شبك موصل وعرضتها للايت، جزء من الطاقة حينتقل للداخل. هذا الفوتون اللي هنا حيتنافسون عليه اثنين، إذا موجود إلكترون هنا بالأسفل قد يأخذ هذا الطاقة الموجودة من هذا الفوتون وينتقل ويصير إلكترون هنا. هذا الإلكترون هنا إلى نفس مواصفاتها، هذا أيضا يميل أنه ينتقل وغير مستقر. إذا رجع هنا مرة ثانية راح يصير سبونتانيوس إيميشن. هاي العملية نسميها أبزوربشن، وهي مع احنا قلنا شنو سبونتانيوس إيميشن، الانبعاث التلقائي. هذه راح يولد فوتون غير متزامن، فوتون عشوائي، فوتون مبعثر مشتت تايه ما يدري وين يروح. الأبزوربشن بالعكس، الفوتون اللي جاينا يريد يستفاد منه يمتص ويأخذ من قبل إلكترون ويرجع مرة ثانية عشوائي. هذول العمليتين هم آفة الليزر مبدئيا، هاي السبونتانيوس إيميشن والأبزوربشن آفتين للليزر، مشاكل الليزر كلها منهم. ليش؟ الأبزوربشن هو سبب، هو سبب أنه ما نقدر ندز الضوء إلى مسافات بعيدة لغرض إرسال الخدمة. ليش؟ لأن خلال الفايبر، مادة الفايبر حتمتص الفوتونات، تمتص الضوء، وبالتالي تقلل لنا القدرة. إذن أهم تأثير للأبزوربشن شنو؟ قف يجيكم سؤال، هو نقصان القدرة. يعني شنو؟ الأتنويشن. إذا كل الأتنويشن اللي خدناه سابقا نفس الشيء، هو عبارة عن عملية نقصان القدرة بسبب شنو؟ الأبزوربشن. حتى الطاقة المتولدة داخل الليزر تنقص أثناء التوليد بسبب امتصاص مادة الليزر للفوتونات، وبالتالي شدة الضوء أو القدرة راح يصير لها ريديوس، يعني ريدكشن، نقصان. وشنو عندنا هنا اثنين؟ الانبعاث العشوائي سبونتانيوس أو التلقائي، هذا راح يدخل لنا فوتونات عشوائية مع الفوتونات المتزامنة، وبالتالي هو سبب من أسباب النويز. خاف يجيك سؤال، أهم سبب من أسباب النويز شنو؟ stimulated emission، absorption، لو spontaneous emission الabsorption يمتاز، spontaneous stimulated emission جيد. هذا هو سبب النويز
او سبب رئيسي للنويز بالليزرات. اذا سبونتانيوس ايميشن والابزوربشن هم عمليات طبيعيه داخل الليزر. استيميليت الايميشن اللي خذيناه، هذا الفوتون المسلط او الساقط على الماده زين فورس سيجبر الكترون مستقر بالطاقه العاليه حتى جامب داون يقفز للاسفل ويولد لنا فوتون. بمعنى الفوتون الاصلي راح يجبر فورس الالكترون حتى ينتقل ويبعث انذر فوتون. هذا النيو فوتون المتولد الى نفس المواصفات كومبليتلي او هو بالكامل تحت تاثير الفوتون الاصلي. فخواصهم الفوتون الاصلي والجديد راح يكونون متطابقين. اذا هذا الفوتون الاصلي حفز الكترونه حتى ينتقل للاسفل، وبالتالي هذا الفوتون وهذا الفوتون متزامنين. اذا ذول الاثنين شافوا اثنين ثانيين راح يصير اربعه. فالواحد يولد اثنين، والاثنين اربعه، والثلاثه تسعه، وهكذا. العمليه ملتيبليكيتيف تراكميه. ويصير عندنا ليزر. اذا الخلاصه، داخل الليزر توجد عمليه انبعاث عشوائي، كلهم يحثون نفس الوقت. توجد عمليه امتصاص، الالكترون ينتقل من هنا لهنا، وتوجد عمليه ستيميليتد ايميشن بانه الفوتون يولد فوتونين متزامنين، وبالتالي راح يصير عندنا الليزر. المفروض حتى نحصل ليزر، هذا ستيميليتد ايميشن يتغلب على هذا ويتغلب على هذا. يعني stimulated emission needs to dominate، يسيطر هو على الامور، يسيطر على spontaneous emission ويسيطر على absorption حتى يولد لك فوتونات coherent. ماكو فايده اذا هذا قليل وهذول اغلب. اذا هذا سيطر على الكل، ماكو ضوء بالخارج، كله يمتص للداخل وما عندنا شيء بالاوتبوت. اذا هذا سيطر، الضوء المتولد عشوائي مثل بضوء المصباح، مو حزمه ضيقه ولا تقدر ترسله. فيجب ان يكون الستيميليتد ايميشن هو الدومينيت، هو المسيطر، حتى شنو؟ حتى نحصل على الليزر. البوبوليشن انفيرشن، ان يكون عدد الالكترونات من مستوى الطاقه الاعلى اكبر من الاسفل، وهذا نقدر نحصله بايش؟ بالانجكشن كارنت، بالتيار الكهربائي. زين؟ هذا الضوء العشوائي، هذا ضوء الليد المنبعث للضوء، وهذا ضوء الليزر متزامن بالكامل. ليش؟ لان الستيميليتد ايميشن الانبعاث المحفز تغلب على الابزوربشن وتغلب على الانبعاث التلقائي، بينما هنا لا، الانبعاث التلقائي مشارك بصوره رئيسيه، وهنا العمليه عشوائيه بالكامل. هذا بما يخص محاضره اليوم. شوية طولنا لأن نريد نخلص هذا الفصل تقريبا قبل امتحان الفصل الثاني. يعني أي سؤال شباب؟ أي ملاحظة؟ أي غموض موجود؟ سؤال شباب؟ امور تمام؟ تمام دكتور، رحم الله عليك. حبيبي مصطفى، الله يحفظكم ان شاء الله. يعني شكرا جزيلا لحضوركم، واتمنى حاضرين من بدايه المحاضره حتى تستفادون، لان يعني هذه ماده مهمه بالامتحان. وشكرا جزيلا لكم. في امان الله. ما يقدر رحمه الله.